أوقات كتير بتشوف فيلم يعجبك جدا بس ما بتبقاش عارف هو عجبك ليه، وأوقات تانية بتبقى قاعد بتشوف مشهد معين وتحس إنك مخنوق زيك زي البطل بالظبط، أو تحس بتحول في شخصيته وإنه ما بقاش هو نفس الشخص اللي انت عرفته في بداية الفيلم. كل دي بتبقى أحاسيس مقصودة المخرج بيزرعها جواك باستخدام كل عناصر اللغة السينمائية اللي يقدر يستخدمها. ممكن يوصلها لك عن طريق الإضاءة، ممكن الديكور، ممكن الحوار، ممكن ملابس الشخصيات وحاجات تانية كتير جدا. ساعتها بس هيتسرب جواك إحساس معين انت مش فاهم انت حاسه ليه، وده ببساطة لأن المخرج زرعهولك قدامك على الشاشة علشان يأثر فيك من غير ما تحس. وده بالظبط اللي عمله كوبولا مع مايكل كورليوني، وازاي حوله من بطل حرب لأكبر مجرمين المافيا، وازاي كان بيدلل على ده باستخدامه لكل عناصر اللغة السينمائية بمنتهى الإبداع. مع بداية الفيلم أخدنا 7 دقايق عرفنا فيهم كل حاجة محتاجين نعرفها عن شخصية الدون فيتو كورليوني، واللي بالرغم من جانبه الإجرامي إلا إنه عنده مبادئ ما يقدرش يحيد عنها زي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت اللي اتكلمنا فيها عن الفيلم ده. وبعد فترة بنشوف الظهور الأول لمايكل الابن الطيب المحبوب من الكل، ومن هنا هننتقل للجاد فازر الجديد ونشوف إزاي تحول مايكل كورليوني من بطل حرب لأكبر مجرمين المافيا، وإزاي كوبولا كان بيدلل على ده باستخدام الصورة وبس. والراجل ده كان أستاذ في توصيل الأحاسيس للمشاهد من غير ما يستخدم أي أسلوب غير بس الصورة. وفي حالة مايكل هو استخدم 5 حاجات تحديدا، أولها قصة الشعر. قصة شعر مايكل في البداية كفتى مدلل من أول لحظة ظهر فيها ولحد ما بدأ يدخل في شغل العيلة، بعدها تحول تدريجيا بشكل ما وما بقاش فتى مدلل مع بداية دخول الشر جواه وبداية ظهوره في شغل العيلة الحقيقي، لسه مدلل برضو ولكن جواه جانب من الشر. بعدها بدأ جانب الشر يكون هو المسيطر بشكل أكبر بعد الشيء لما توغل أكتر وأكتر في شغل العيلة، لحد ما بقى مسيطر عليه بالكامل في نهاية الفيلم لما بقى بينتقم ويجذب ويقتل بمنتهى السهولة، واختفى جانبه الجيد ولم يتبقى سوى الجانب المظلم. تاني حاجة النظرة. نظرات مايكل في البداية كانت مليانة بالخجل والطيبة، بعدها ومع تطور الشخصية بدأت تبقى مليانة بالارتباك وعدم الراحة أو الاستقرار، لحد ما وصلنا في النهاية لنظرة الشيطان. كمان مشهد القتل، المشهد ده اتصمم على طريقة هيتشكوك في بناء الساسبنس، بمعنى إن المشاهد عارف أكتر من الشخصيات اللي في المشهد، لأنه لما مايكل دخل الحمام وجاب المسدس لما رجع ما نفذش الخطة اللي قال له عليها سوني على طول، وهو إنه يقتلهم أول ما يرجع، ولكن قعد وسمع وبدأت نظرته تتحول واحدة واحدة، وفي لحظة اختفى الصوت وارتفع صوت القطر تدريجيا بشكل كبير جدا علشان تحس بكل الصراعات والصعوبات اللي بيخدها مايكل داخليا وهو بياخد قرار في لحظة وهو عارف انه هيغير مجرى حياته بالكامل، وفجأة ثالث حاجة الحوار. كوبولا استخدم الحوار علشان يضيف سحر زيادة ومختلف على تحول شخصية مايكل ويوريك مدى التغيير اللي حصل في شخصيته. في البداية مايكل كان بيتكلم عن العيلة من برة وقال جملة صريحة لكي في الفرح، ان دي عيلتي ولكن ده مش انا، في اشارة انه لا ينتمي للاعمال بتاعة العيلة. ولكن في النهاية وبعد تحوله بالكامل مايكل كان بيكذب على كي، ما بقاش زي ما كان بيتكلم معاها في البداية وبيصارحها بمنتهى الجرأة عن الجانب الإجرامي من العيلة، وهو ده بالظبط اللي كان بيعمله في مشهد التعميد في تجسيده للشيطان، لأنه كان بينكر ويتبرأ من كل أعمال الشيطان في حين أنه بيؤمر بيها، وده بالظبط اللي عمله مع كي لما أنكر أنه قتل جوز أخته. نقطة تانية من الحوار وهي انه اول ما بقى الجاد فازر برضو كان بيحاول بشكل كبير انه ينهي عمل العيلة الاجرامي لانه لا ينتمي ليه باي شكل من الاشكال حتى وان كان مفروض عليه مؤقتا، ولكن مع تطور الاحداث وتحوله التدريجي بدأ مايكل يستخدم جمل صريحة من جمل الدون نفسه لحد ما وصلنا لنهاية الفيلم وتحولت شخصيته بالكامل بالقول والفعل. رابع حاجة وهي الفيزيكال اكشن، بمعنى ان الشخصية بتاعتنا بتعمل حركة معينة تدل بيها على احساسها الحالي،
مش بتقولها بلسانها، لا هي بتعمل حركة معينة واحنا بنفهم منها. وده كوبولا بروزه في لقطتين مهمين جدا في الفيلم، مش هيوصلولك المعلومة بشكل صريح ولكن هيدولك الإيحاء والشعور بده، فهتبقى حاسس بالحالة ولكن مش مدرك للسبب. علشان كده ببساطة الفيلم ده عبقري. أولا مايكل بطل حرب، يعني حارب وقتل، مش شخص جبان أو أول مرة يستخدم مسدس. ولكن لما جاي يجرب المسدس اللي هينفذ بيه العملية اللي فعليا هتخليه جزء من شغل العيلة الإجرامي، الزناد كان تقيل جدا على إيده، في إشارة رمزية لصعوبة النقلة دي بالنسبة لمايكل. تاني حاجة وهي حركة الكرافتة، احنا كنا شايفين مايكل متماسك وبيؤمر وينهي في اول اجتماع ليه في العيلة بعد ما بقى الجاد فازر، ولكن في لحظة خروج الكل من الأوضة بيبان قد ايه هو مش مرتاح في اللي بيعمله وازاي في حاجة خانقاه وكتمة على نفسه. خامس حاجة ودي من أكتر الحاجات اللي فادت في تحول شخصية مايكل بالكامل، وهي البناء الدرامي الرائع للفيلم. يعني الفيلم ولمدة أكتر من نص ساعة ورانا كل حاجة محتاجين نعرفها عن العالم بتاع أبطالنا وشخصياتنا ومدى تماسكه واستقراره وإزاي ليه نظام بيحكمه وبينظم أموره. وهنا علشان يكون في فيلم وعشان نقدر نصنع دراما لازم يحصل حدث يهز العالم بتاعنا، والحدث ده هو اللي بيطرح حبكة الفيلم. وفي حالتنا هنا الحدث ده كان هو رفض الدون لتجارة المخدرات، وده أدى لمحاولة اغتياله، ومن هنا بدأت التسلسلات في الفيلم وبقى دايما عندك حدث بيؤدي لحدث تاني، وشخصياتنا كلها ما بقتش بتختار مصايرها ودايما بيكونوا مجبرين على اختياراتهم، سواء بسبب طبيعتهم الشخصية زي سوني مثلا والاندفاع وعصبيته أدت لنصب فخ ليه وقتله، أو زي مايكل اللي الأحداث فرضت عليه مش بس إنه ينضم لعمل العيلة ولكن إنه يكون هو الجاد فاذر الجديد. النقطة الأخيرة وهي الفرق بين فيتو كورليوني ومايكل كورليوني، ودي كوبولا استخدم فيها التصوير والإضاءة بشكل كبير جدا علشان يدلل على فرق جوهري بين شخصية مايكل وشخصية فيتو كورليوني، وهي تشبيه كورليوني بالإله في تعامل الناس معاه وطلباتهم منه، وده كان موجود كتير في الفيلم ولكنه تجلى بشكل كبير جدا في التعامل تحديدا مع بوناسيرا الحانوتي، بالذات لما شفناه في المشهد اللي بعد موت سوني، وشفنا ازاي اسلوب التصوير كان بيوصل لك احساس معين وهو تشبيه الدون بالاله اللي نازل من السماء علشان يطلب طلب من بوناسيرا الحانوتي. على العكس تماما بقى مايكل لما بنشوفه في مشهد التعميد من النظرة والإضاءة، النظرة اللي مليانة بالشر وتوزيع الإضاءة ولونها برضو اللي بيوحي بالشر والغضب، علشان يكتمل تحول شخصية مايكل بالكامل من بطل حرب لشيطان ومجرم. ومشهد التعميد ده تحديدا كان هو حفل تنصيب مايكل كملك على عرش الشيطان. مايكل، do you believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth? والحد هنا خلص الفيديو. لو عجبك الفيديو دوس لايك وشير واشترك في القناة، والأهم من كل ده ان انت تتابعنا على فيسبوك، وما تنساش تقول لي ايه اكتر جزء بتحبه في السلسلة دي، الاول ولا التاني ولا التالت، واشوفكوا الفيديو الجاي.